آلاف الكتب تطبع سنوياً، لكن هناك ثالوثاً يحدد مدى أهمية الكتاب وخطورته، يتمثل في الموضوع والكاتب وتوقيت الإصدار. فماذا لو علمت أن الموضوع عن كواليس اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والكاتب هو الجنرال كينيث ماكنزي المسؤول عن عملية الاغتيال، والتوقيت الآن بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟ نقطة الانصهار هو اسم الكتاب، والتفاصيل على الورق تحكي عن كيفية تعامل ماكنزي القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية مع تكليف اغتيال الرجل العسكري الأبرز في إيران في العراق عام 2020، إذ كشف ماكنزي عن أن سليماني كان الهدف الأكثر صعوبة، وفضلت الخطط الأولية استهدافه في سوريا بدلاً من العراق حتى لا يؤدي ذلك إلى تأجيج الجماعات الشيعية المسلحة. السلاح المستخدم كان المسيرة MQ-9 وهي مسلحة بصواريخ هيلفاير، وتم تحديد الوقت الملائم للهجوم في الليل بهدف تقليل الأضرار الجانبية. لم تكن المحاولة الناجحة لاستهداف سليماني هي الأولى، إذ سبقتها محاولتان تم تأجيلهما لأسباب مختلفة.